نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إنه يجب في الدعوة بيان خطأ المخطئ وذكر المخطئ باسمه، وإن لم تفعل ذلك فقد خنت الأمانة وضيعت الأمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أو صحيح. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينبه على خطأ أحد ما يسميه، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ويبين الخطأ، يبين الخطأ ولا يذكر الأسماء، لأن هذا فيه تحريش وفيه إثارة وفتنة. فإذا قلت ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لم يحصل فتنة ولا شيء، حصل التنبيه بدون فتنة. وليس هذا من وسائل الدعوة أو من منهج الدعوة أنك تسمي المخطي، ليس هذا من منهج الدعوة. منهج الدعوة أنك تبين الخطأ فقط ولا تبين الشر. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. نعم.